وادي الحمامات. وادي الحمامات هو قاع نهر جاف في الصحراء الشرقية لمصر، موجود في منتصف الطريق بين القصير وقنا. وكان هذا الوادي الذي يقع شرق وادي النيل منطقة تعدين وتحجير رئيسية وطريقا تجاريا في العصور القديمة. والمنحوتات الصخرية والكتابات الجدارية على مدار 3000 سنة تجعل منها اليوم موقعا علميا وسياحيا كبيرا. أصبحت الحمامات هي الطريق الرئيسي من طيبة إلى البحر الأحمر، ومن ثم إلى طريق الحرير الذي كان يؤدي إلى شبه الجزيرة العربية والقرن الإفريقي. وكانت هذه الرحلة التي تمتد مسافة 200 كيلومترا هي أكثر الطرق المباشرة التي تربط نهر النيل بالبحر الأحمر. أكثر ما تشتهر به الحمامات اليوم هو الرسومات المصرية القديمة على الجدران، فضلاً عن أن المحجر في العصور القديمة كان يقع على طريق الحرير المؤدي إلى آسيا، وتعد مقصداً معتاداً للسياح اليوم. ويحتوي الوادي على العديد من المنحوتات والنقوش التي يعود تاريخها من عصر الأسرات المبكر إلى العصر الحديث. هذا وتجذب نقوش طريق وادي الحمامات الجدارية بين القصير التابعة لمحافظة البحر الأحمر ومدينة قفط التابعة لمحافظة قنا تجذب عيون الباحثين وهواة الفوتوغرافيا وكذلك السائحين، فالصخور المرسومة تواجه العابرين والسائحين والمسافرين الذين يسلكون واحدا من أقدم الطرق التي عرفها العالم من خلال مصر، إن لم يكن أقدمها على الإطلاق.